اكبر منطقه ديال المسلمين كاينه هنا في مومباي. هادشي هذا ما نقدرش نفصل فيه انا اخوتي. ان المسلمين هما اللي مسيطرين هنا على التجاره كامله. الناس ديال تطوان جبر تعالي بابا في الهند. انا مجوج يا اخوتي شنو خصك؟ What is your name? Mohammed Said. Acha, acha, acha. Li ki kolo, ma acha, 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 acha. Si Zaid, wa li ki khtar. Ana li kanak. Ida za shi wahid li hindu qal lak raj bart misli fi makla. Arfo li kdar li kita. Had jajada. Khatir al khat. Khatir, khatir. اي واحد جا لبلاصه يجي عند ماما كباب باو انت معلم سالينا 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 السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا جماعه الخير مرحبا بكم فيديو جديد في بلاصه جديده سالينا من اكبر عشوائيات اللي كاينين في مومباي والصديق ديالي زيد قال لي ولا بد غادي نديك الاكبر منطقة ديال المسلمين كاينة هنا في مومباي مرحبا بكم في شارع محمد علي هذا الشارع هذا مشهور بزاف بالاكل ديال المسلمين الحوايج ديال المسلمين اي حاجة كتعلق بالمسلمين موجودة هنايا حتى المسلمين they are here السلام عليكم وعليكم السلام كيف حال؟ الحمد لله how are you؟ الحمد لله الحمد لله what's your name؟ مستر سمير الحق سمير الحق مستر سمير الحق اوكي ودابا غادي نبداو بواحد العصير عندهم هنايا مشهور جابني ليلو سي زيد اسمه دريس كولد درينك ها هو تحيه للاخ ديالي اسمه دريس سي دريس غادي نشرب كولد درينك بسم الله هولد هولد كاينه الخط والله العظيم منها كاين ويلكم درينك يا ثانك يو سو ماتش هذا مشروب كيرحبوا به هنايا في محمد علي ستريت تقريبا باقي ما كلينا حتى شي حاجه النهار كامل الخوت باش نجيو لهنا نحاول ناكلوا الماكسيموم ماشي فيديو ديال الاكل الشوارع ولكن غادي ناكلوا الماكسيموم ان شاء الله شكرا ادريس هلا اوكي الخوت ناو وي ويل تراي وات از ذيس بيضه روتي تشيكن تشيكن روتي تشيكن روتي How they say it? Badaruti. Bada, badaruti. 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 Okay, bismillah. Bismillah, khat. You bring me in the best spot, brother. You bring me in the best spot, you know? You should come to Morocco now, definitely. Bismillah. Bismillah. هاهي الخوت في حاجة يا سلام سي ياسين مرحبا بك للهند جرب الأكل ديال الشوارع انت قلتي لي خصك تجرب الأكل بزاف عندهم الأكل ناضي أخي كاين كاين الخوت باقي غادي نكتشفوا هاد المنطقة هادي كاملة قريبة السوق ديال اللصوص الخوت شور بازار قريب من هنايا البارح قلت واقيلا من هنايا بالحق ما عقلتش بالضبط دابا الليل البارح قلت من هنا بالنهار غادي نعطي العصير وبداروتي 10 على 10 ناضيين اللي يجي للهند يقول لك خاف من الماكله ما عرفش اني ما اتفقتش معك الخوت والله العظيم ما اتفقتش معكم بس بداروتي الاكل عندهم ناضي الخوت ناضي انا نرجع هندي هنايا غنتهنى المهم الخوت هاد الناس اللي تشوفوا معايا دابا عاد شي حاجة مسلمين بالحق ما عرفتش واش سنة ولا شيعة كيحتفلوا بعيد الميلاد شي ولي الله اللي كاين هنايا مدفون عندهم هذا الاحتفال اللي كيعدلوه كيسميوه عرس هما
كل ما يكون عنده عيد الميلاد شي ولي الله كيحتفلوا بهذه الطريقه هذه. المهم الخوت كي عندو ديك الطريقه فحال ديال الطرق اللي كيحتفلوا فيهم. بعض الزاويات اللي كاينين في المغرب حنايا عندنا الطرق ديال الاحتفال. بالحق هادشي هذا ما نقدرش نفصل فيه انا اخوتي، غير شاركته معكم استاذ. دابا حنايا داخل الشارع ديال محمد علي. هاد المنطقه كتعتبر هي السنتر ديال مومباي القديمه اللي كيسميوها بومباي الخوت. غادي يجبر بان المسلمين هما اللي مسيطرين هنا على التجاره كامله، سواء الملابس الماكله اللي قلتي غتجبرها من تحت اليدين ديال المسلمين اللي كاينين هنا في هاد المنطقه هادي. ايراني تشاي لا نيفر سايد. دابا غادي نجربوا ايراني تشاي، اول مره في الحياه ديالي غادي نجرب. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. من المغرب؟ مغرب مغربي. مراكو؟ مراكو يا. انت من وين؟ ها؟ انت من وين؟ هندي. تتكلم عربي؟ وين تعلمت عربي؟ تعلم عربي ايش المشكله؟ وين تعلمت عربي؟ ها؟ وين تعلمت عربي؟ تعلم. ما في معلم هون في الهند؟ ايوه ما في معلم. ما شاء الله ذاتس جود. انت ما تتكلم عربي؟ لا عربي؟ لا عربي. اوكي غادي نجربوا ايراني شاي. بسم الله. ما بيش ناضي، ولكن كيزيدون فوق منه بحال هاد الرغوة. ما عرفتش كتبان لكم مزيان ولا لا الخوت. انا ديك الرغوة ديال القهوة ما كتعجبنيش بزاف. المهم والين الدار هما اللي يعرفون. كنصافي القهوة إذا كنت غادي نشرب. الناس ديال تطوان جبرت علي بابا في الهند. ها انا عندنا علي بابا في تطوان، الساندويتش ديال علي بابا اشهار من الهند هذا باطل. اوكي السلام عليكم. What you are doing؟ سيخ كباب؟ سيخ كباب. سيخ كباب is the best كباب علي بابا. Yeah. علي بابا. What is your name؟ Your name. نام. It's not English. آه. كيا بول رأي عنان؟ هذا علي بابا لا. علي بابا. علي بابا. Is علي بابا with the hat؟ Yeah. I will tell them that is the owner. That is علي بابا. I'm not the owner. I will come back later. Okay. عنده هنا الخوت شوية علي بابا كباب علي بابا. يلا بحالنا الخوت فات الشارع هذا ما غاديش تحس براسك بأنك في الهند. شارع خاص بالمسلمين 100%. أجبر الحوايج ديال المسلمين هنايا، الماكلة ديال المسلمين، كل شيء اللي كيتعلق بالمسلمين كامل غتجبروا هنايا. الهندوس ما كنظنش كاينين باقي مبالي حتى شي هندوسي انا هنايا في هذه المنطقه هذه نهائيا. لا خدام لا كيبيع شي ماكله لا شي معبد ديالهم، ما كاينش نهائيا. وغتكون ماشي غتبقى تلاحظ كتابه باللغه العربيه ولا بالفارسيه موجوده بزاف هنايا، حيت هذه المنطقه فيها حتى الشيعه ديالهم كاينين هنايا موجودين. والمنطقه عامره لواحد الدرجه لا تصور الخط لا تصور. كتفكرني انا شي ايام كانت تطوان بحال هكذا، الجهه ديال باب النوادر من تما كانت ديك البلاصه كتكون بحال هكذا عامره. الحق حنا بلاصه صغيره ما تقدرش تقارنها بهذا المقطع هذا هنايا. انا ما قدامي هنايا كيتباعوا غير العبايات والحوايج ديال النساء. حبيبي بركه 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 عبايه. اي دونت هاف ا وايف يت يا اي نيد تو فايند ا وايف فيرست ذن باي بركه. عبايه يا انا مجوش يا اخوتي شنو خصك؟ داني بار اللي فتشتي عليه هنا غادي تجبر، اللي فتشتي اللي تلاقتي عليه لسانك صباب الدرجال صباب النساء حوايج النساء حوايج الدرجال اللي بغيتيه غادي تجبرو في هذا السوق هذا. شارع محمد علي اكبر شارع للمسلمين بومباي. مروكو. السلام عليكم. السلام. جود جود. نير فرانس. يا. أنت ما تشتي الخط. كهضر مع الناس. ماكي فيديو. يا فيديو. ماي ون مينيت. اوكي. ماي كان ون مينيت. وات إز يور نيم؟ هشام. ماي محمد سعيد. ماي نيم إز هشام. الحمد لله. الحمد لله. في موريشيس. وات؟ ذيس مان موريشيس. موريشيس؟ فرانس. اوكي. أنا. ريونيون. ريونيون؟ اوكي. This man. اوكي.
فيديو مراقبة فيديو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ حبيبي فيديو اوكي السلام عليكم الحمد لله. What is your name؟ محمد سعيد. محمد سعيد. This Mauritius. Mauritius. France. France. Okay. France. Yeah, they are closer to Morocco. Yeah. He's France. Good. Yeah, he's good. Good. كله أكيد. Yeah. شكرا شكرا. English or French? English, French, little bit. Ah, little bit. كلام كويس. Yeah, just a little bit. What is your name? Yeah. Eh? Mohammed Zaid, MashaAllah. Where is you from? Bombay. Where's my friend? Hey. YouTube channel Hisham Ahram. Hisham Ahram. Yeah, Hisham Ahram. Morocco. Yeah, I like this YouTube. You are tourist here? Ah, inshallah. Okay, good. You what like is it? Your car? Hotel, your? Hostel. With me. Yeah. Oh, yes. Very good. Okay, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Marhaba. أنتم تسامي الحج دانيور اللي يحس شخص زم فرنسا. الله 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 أتشا 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 اللي كيقولوهم أتشا 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 الدنيا ما شغي عمره السلام. احنا في الصيف اللي زي ما نسكوش عمره عطلة ما قد تكون شي عمره تلها الدرجة دي يا أخوتي. واحد درجة لا تصور. أي بيزنس عملت هنا كان دون خدة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ Yeah, hi. Morocco. Assalamu alaikum. Oh, nice place. Nice place? Looking great. What? You like Bombay? Yeah, so much. Yes. That is old Bombay, this one? Old Bombay. Go left. Go left? Yeah. Eating food. Okay. Kamgali? Okay. Thank you so much. Okay, very much. I heard you say it in one place. They say Kamgali. يعني أكل الشوارع. وكاين جود كاوغالي يعني اكل الشوارع اللي مزيان. كاين باد كاوغالي زعما اكل الشارع اللي ماشي مزيان الخوتس. ولكن الحمد لله معنا الصديق ديالي زيد هو اللي غيديني بلايص اللي فيهم ماكله نقيه. قال لي كاين ديك بلايص اللي فيهم ماكله بحال اللي كتشوفوا نتوما في فيديوز. غادي نحاول شي نهار نعدل لكم شي فلوق عليها واخا ما ناكل حتى شي حاجه. ولكن حاليا ماشي دابا غادي نمشيو نجوعو غير شي حاجه غادي نمشي نكملو الماكله ديالنا. دابا دخلنا في السوق خصوصي غير ننسى هذا انا الخوت. ما عرفتي راسي اش كنعدل فيه. قال لك يا الداخل رد بالك يوريوك من الربح قنطار ويديو لك راس مالك. حنا ما غنشاركو معاهم لا ربح لا خساره غادي غير نصور لكم السلامه الخوت. المهم البنات اللي كيتفرجوا نسى اذا جيتو حوايج موجودين هنا. الله الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال ماي برادر؟ الحمد لله. جود الحمد لله. كامير واي ار يو لافين كامير؟ هاو ار يو؟ هاو يو ماي فريند؟ جود. وات از يور نيم؟ جود. وات از يور نيم؟ نايس محمد غفران. محمد غفران ما شاء الله جود نيم. يا يو سيل ان ذيس 750. وات از ذا نيم اوف ذيس نيم؟ اي دونت هاف ا وايف يت سو اي دونت هاف ا وايف. يا هاو كي اوريكم. What is that? What is the name? This is ladies' dress. What is the name of this dress? Punjabi suit. Punjabi suit. Ah, Punjabi. This is Punjabi. Punjabi is a state. Punjabi is a state. You're here. Hello. Okay. Assalamu alaikum, my friend. Yeah. When I get married, I will bring my wife to buy. Translate to him. When I get married, I will bring my wife here to buy. शादी कर लेंगे तो वाइफ को लेकर आएंगे। अच्छा। अभी जब 750 बोले तो अच्छा डिस्काउंट है। No, I don't have a wife now. I'm alone. Yeah. Hi. अच्छा। How are you? What do you have here? What do you have here? No. No, he doesn't do that thing. Oh yeah, is it? It's like. रखा है क्या चाइनीज़? हाँ मैं पोली है नहीं भाई वो कुछ नहीं है। नो इट्स नॉट इट्स अ फंगल चीज़। ओके व्हाट्स योर नेम? अमान 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 अलीक हिशाम हिशाम या मिस्टर अमान मिन बम्बई। ओके वेरी गुड चे आम स्टेइंग इन साकिनाका या योर वेलकम साकिनाका। चैनल नेम हिशाम अहराम हिशाम अहराम अहराम या اوكي السلام عليكم. السلام عليكم كيف الحال؟ حياكم الله. الحمد لله. شو الاسم؟ المغرب. المغرب؟ ايه انت من وين؟ انا هندي. هندي؟ شغل في جدة. شغل في جدة ما شاء الله تتكلم عربي منيح. انت شغل هناك؟ لا ما شغل سياحة. سياحة دوار سياحة. سياحة.
السلام عليكم. اقتلونا الخوت كول شي كيعدل ديك الكاله، نقول لها انا الكاله والسلام عليك. قولوا احنا في المغرب بالحق هما كيعدلوها بديك بان، كيقولوا لها هما بان اللي كيهضر معاك يهضر معاك مع وجهه كيعدلوها كلشي. الو كيعدلوها كاملين بهم، يا كان عنده اللحيه يا ما عندوش اللحيه، عندهم عادي يا الخوت. الو هاو ار يو ماي فريند؟ Good. Good. Good style you have, huh? Good style, huh? That is, we call it Atwani style. Atwani style. What is there? Ready-made कपड़े suit. Ready-made. I don't have a wife, brother. I should find a wife first, then bring it here. you are from Pakistan, you are? You are not India. You are India. India. Okay, good. Nice to meet you. Yes. Goodbye. السوق ديال نساء الخوت مروج، المواطن اللي كيبيعهم فيهم الحوايج ديال الرجال شويه والسلام. النساء كيعجبو يبدلو دابا وساعه، الرجال مره في العام جوج المرات في العام، كل واحد فوقاش كيشري. الله بابا هاو ار يو بابا جود واتس ار يو سيلين؟ حجاب كاب. حجاب حجاب كاب كاب. حجاب كاب. اوكي جود. اي دونت هاف ا وايف، اي دونت هاف ا وايف. وين اي فايند ا وايف اي ويل باي حجاب كاب. اوكي باس. النساء كيعجبو يشريو كيف ما قلت لكم الخوت، ماشي بحال الرجال. حنا كنشريو ساعة ساعة والسلام مني وجبد. هاد الحسد حنا كيكون عندنا غير في الأيام ديال العيد والسلام الخوت. أما لا. أوكي. مايك فيديو دير؟ أوكي عمي الحاج. أوكي. كيعرض عليا. أوكي. السلام عليكم. خصنا الإشا. What is that? اوكي بونجابي دريس. بونجابي دريس. يا جود. السلام عليكم. كيف الحال؟ جود الحمد لله. This one is a good one. Yeah. Is it okay? Bada. Kids. هذا كيف for kids. العيال صغار هنا. بونجابي. سواد بونجابيه ديال العيال صغار. درجه. What? You are from Morocco. Morocco. And you? Acha Ronaldo. Ronaldo, si. Yeah. Where are you from? India. You look Syrian. You look Syrian, yeah? That girl was making fun of Ronaldo when Portugal got out. Yeah. That one Moroccan girl. Yeah. Okay, assalamu alaikum. Hisham. ما شاء الله. عظيم عظيم ما شاء الله. جود يو ار عظيم تو. سالي باكستاني كراچي. باكستاني كراچي. باكستاني ليتس سي باكستاني. يا ذات از باكستاني دريس. يا لبسه باكستانيه. اوكي هاو ماتش ذس وان؟ 750 750 يا 750. اوكي نيو باكستاني. اوكي يا مال. السوق اخوتي ما كيتسالاش تبارك الله، طلعت لي السخانه فيه انا بقوه التحس وكل شيء. الو هاو ار يو؟ يا شاروخان. شاروخان 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 اند اميتاب باتشي. يا بوث بوث ذا وركينج. يا امير خان يا وغير كتعلم الكاميرا الخوت كلشي كيعيط لك. والله طلعت لي السخانه، راسي بدا كيحرق لي الخوت في هذا الفيديو هذا. الدنيا عامره بزاف. اخيرا خرجنا من ديك السوق ديال النساء، دابا هنايا مع واحد من اكبر المساجد اللي كاينين في منطقه محمد علي، اسمه جامع مسجد. هذا المسجد هذا اللي ناضي بزاف الخوت، دخلت صليت فيه ولكن ممنوع التصوير فيه لحقاش كيقول لك بانهم مخصوص يرجع عندهم هنايا. واحد المكان سياحي كيجيو الناس فقط للسياحه، هذا مكان ديال الصلاه، ما كيبغيوش يخليو بنادم يصور، كنحترم الراي ديالهم الخوت. ودابا غادي نمشيو الكاو قالي، المطاع ديال الماكله الخوت، غادي نمشيو نجربوا الاكل. في الاول كلينا غير شي حاجه والسلام، حيت كنا فينا الجوع بزاف، خصوصا زيد كان فيه الجوع بزاف. انا متانس كنكوز النهار عادي واخا ناكل حتى العشيه، هو متانس شي. المهم دي بانينا دابا عاود جوعنا، غادي نمشيو وناكلو شي حاجه ان شاء الله. غادي نشارك معكم كل شيء، اكلات اللي مشهوره، مواطع اللي مشهورين. المهم الخوت نتوما فقط قاوم لي لايك، قاوم لي كومونتير، بارطاجيو بزاف. مؤخرا التفاعل بدا كيطلع شويه،
نتمنى من الله هيدا يبقى ماشي ان شاء الله. قربنا لاشهر مكان ديال الاكل في شارع محمد علي اللي هو كاوغالي ستريت فود. غادي نضربوا دور على يدنا اللي من دابا عاد وغادي ندخلوا في المقطع ديال الماكله الخوت ونشوفوا هذه الماكله ديالهم هنا واش لذيذه بحال هذيك اللي جرت في الاول ولا لا. الخوت هذيك اللي جرت في الاول العصير وديك الروتي ناضيين انتوما. كاروسه الاولى هنايا محلات هنايا وما الحلوى كلشي. كاين المسجد هنا واحد المسجد. What is the name of this مسجد برايا؟ منارة مسجد. منارة مسجد بالضبط. كاين هذا الموطع ديال الاكل قدام منارة مسجد. دابا البلاصة اللي كنا فيها قبل كنصوروا الموطع د الحوايج خوا وديك الناس اللي كانوا تما كاملين جاو هنا باش ياكلوا. جاعوا جاو ياكلوا. كنحس براسي دخلت ديك الاتجاه ديال المطامر ديالنا الموطع د الماكلة الملاح بحال هيدا الخوت. كلشي كيعيط لك اجي تاكل. احنا تابعين السي زيد هو اللي غادي يدينا البلايص اللي موثوقين باش ناكلو فيهم ما نخافين حتى شي حاجة. السي زيد هو اللي كيختار. انا غير كنا غادي نحكمو على الماذا ما غاديش نحكمو على المظهر كيش كيطيبو كيش كيوجدو صافي. هذا هو الشعار ديالنا ما حدنا في الهند. المذاق هو الكينغ ديالو صافي. حنا غادي نشوفو المذاق كيفاش غادي يخرج ان شاء الله. المهم هادشي الكامل اللي طلبنا الخوت. وات از ذات؟ هيش ميتيكا. هيش ميتيكا از تشيكن يا؟ هذا تشيكن. هذا الدجاج بالإقامة. This one sauce. This one is chutney. Chutney sauce. Just like a sauce. Yeah, this one. Chicken roll. Chicken roll. Yeah. And this is kaleji. Kaleji. Adi kibda. With chapati. Chapati. It's a bread. Okay. Good bread. Yeah, I know. Noi mal khut. Gadi ndok. Gadi nkol kum kish ki ji et shi ada. Right. Bismillah. Very spicy. Spicy. Little bit spicy. Little bit spicy. Chicken roll gadi ndok yu mal. إذا جا شي واحد للهند وقال لك أنا جبرت المشكل في الماكلة عرفوه كيكذب عليك وصافي. تيكون ريشمي تكة. ريشمي تكة. بسم الله. طحانة معلم. It's very delicious, I swear. Okay. Discount. Name discount. خلي خصك تقول الاسم ديال المحل. قلت له ديسكاونت اخوتي ولا لا؟ راح نخدمو باطل. هاد الدجاج هذا خطير الخوت. ديالي يا مات. وي سي خطير. خطير. It's very dangerous, that's in a good way, you know, it's very good. It's خطير. What did you say? خطير. 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 Yeah, خطير. 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 What mean kaleji? Liver. You know kaleji in Arabic is what? It's Middle East. Okay. We was thinking it's Middle East liver. دابا غادي نجربو كيقولوا لك كاليجي. هذه الكبده الخوت الكبده ديال المعزي. الجوت از معزي في مراكو. الجوت از لايك شيب. شيب ليفر. يا از جود. الكبده مع الشباطي هذا بحال خبز الخوت. هذا الخوت ما غاديش يتشبع منه نهائيا الدجاج هذا. طيب لواحد الدرجة لا تصور. اوكي اي واحد جا لهاد البلاصة يجي عند ماما. يا محمد. محمد اوكي ايفري ون ويلكم تو محمد بليس. جود فود. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا يا توفي شاف. يا كنا لواحد البلاصة الصديق ديالنا. وات از يور نيم اجين؟ ماي نيم سهيل شيخ. سهيل شيخ.
And? Saurab. 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 غادي ندوقوا مرادبات برياني. هذه واحد المنطقه كاينه هنا في الهند. المهم برياني كنعرفوه بالحق. هذا برياني عمري ما ذقته. غنجرب بيدي الخبز. بسم الله بسم الله. ما دقت برياني بحق مختلف شويه. How is the taste, buddy? It's good. It's good, right? It's very good, yeah. مراد أباد أحمد أباد. Yeah. نقدر تشاتني. غادي نحاول ناكل منه غير شوية والسلام على الخوت. حيتاش كليت بزاف في البلاصة يا خويا. الخوت غادي نجربو كباب باو. Yeah. كباب باو. غيوقع لنا باو ملي غناكلوها. It's beef kebab or chicken? Beef. We call it kifsa. Kifsa. Yeah. Kifsa with bread. Yeah. حق كفته الخوت والسلام. المذاق ديالها ناضي. من حقي انا شبعت. من واحد العطان طيستي زايد يكمل. You like it? It's good? No, no, you like it? Good. قال لي الصديق ديالي زايد في رمضان كتكون هاد البلاصة هادي عامرة أكثر من هاد الأيام هادي. من القاع ديال الشارع حتى للراس كاملة عامرة. دابا الخوت جبرتوني تقريبا عمار ماشي تقريبا قول فول خصني نشوف غير شي مشروبات ولا شي حاجه نشربها والسلام الخوت بردوا هاد العطش. الخوت لاقينا مع محمد شرف الدين. اوكي. قال لي وير ار يو فروم؟ قلت له موروكو. قال لي دو يو نو سعد المجرد؟ كيعرف سعد المجرد هو والسي زيد. زيد كيعرف سعد المجرد. ويتش سون دو يو نو؟ انت معلم. انت معلم. سالينا 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 سالينا. غلطانة غلطانة. اي ام بيجست فان اوف سعد المجرد. سعد المجرد. اوكي اوكي. سعد المجرد فروم انديا. Big shout out. We love many people. We love to Sad Lamjari because the unique talent and yeah. most favorite person to all the Indians. Indians, okay. And people okay. love Indian song also and yeah. Morocco people. Thank you so much, brother Muhammad. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Muhabbat sharbat. Muhabbat sharbat. Muhabbat sharbat. A drink of love. Drink of love, akhut. Bismillah. It's good. فيها الدلاحة الخوت هادي تقريبا بحال رايبي جميلة مع الدلاحة الخوت. دابا غادي نوقو ديال التفاح. الدلاح ناضية. هادي الخوت تشرومية عصير تشرومية. والله العظيم إلا ناضية. Amazing. شرابة. هاي التشرومية الخوت. Amazing. Okay. هي هادي الخوت. هذا التفاح الخوت. Hello, how are you? Hi. English is hard. What's your name? Nuaim. Nuaim. Oh, I have a friend named Nuaim too. Yeah. Nuaim. 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 MashaAllah. It's a good name. It's a good name, yeah. My friend is named Nuaim in Morocco. Yeah. Yeah. Want to take picture of me? Yeah. Okay, let's take picture. What are you? هشام أهرام. سوري. هشام أهرام. عبد الشاشي. المشروبات كانوا هما آخر حاجة في هذا الفلوق هذا. خوكم هشام عمار تن هنا دابا صافي ما قدرش نزيد شي حاجة واحدة أخرى. فينال هو هذاك. نتمنى الفلوق يكون نال الإعجاب ديالكم. الفلوق غادي يكون طويل بزاف. وهاد المنطقة هاي ريكومندد الخوت. حيتاش هاد المنطقة المسلمين الماكلة حلال كلشي حلال فيها. ما غاديش تحس براسك بانك في الهند الخوت نهائيا 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 الا الناس كيضرب الهنديه صافي. اما شي حاجه اخرى ما كايناش. هيداك كتجبر بعض الناس كيضرب العربيه الخوت. اي والله. المهم تهلاو في راسكم. قاولني لايك قاولني كومونتير بارطاجيو الماكسيموم. تلاقاو في فلوق واحد اخر في شي بلاصه واحده اخرى هنا في الهند ان شاء الله.